ولنقاش المستجدات الأخيرة في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر الأستاذ مصطفى كامل. أهلا بكم أستاذ مصطفى، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم، كيف تقرأ إصرار الميليشيات على تكرار الهجمات على السفارة الأمريكية والمصالح الأجنبية عموما حتى لو كانت محدودة الأضرار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو لا يقصد أصلا إحداث أضرار في الأهداف التي يجري توجيه الصواريخ إليها، وإنما المقصود هو إثارة المشاكل للعراق والتسبب في إيذائه انتصارا أو تنفيذا للأوامر الإيرانية، وانتصارا لإرادة إيران في هذا في تحدي الولايات المتحدة أو في الصراع والتنافس معها على العراق. وبالتالي هو المقصود كما قلنا ليس إحداث أضرار، هذه العمليات ستبقى مستمرة رغم كل الإجراءات التي تحصل في العراق، تبديل الوجوه سواء على سدة الحكم أو في المؤسسات الأمنية المختلفة، لأن الأمن لا يحقق باستبدال الوجوه فقط وإنما بإرادة وطنية بالدرجة الأولى. إلى أي مدى تظن أن السفارة الأمريكية في بغداد قررت الدفاع بنفسها عن مصالحها بنصب منظومة الصواريخ بعد فشل الحكومة في هذه المهمة؟ من الواضح أن الولايات المتحدة تهيئ لما هو أكبر من هذا الأمر، لأن الفشل المستمر أو الحقيقة هو التباطؤ المستمر بين الأجهزة الحكومية والميليشيات التي تحكم وتتحكم بالعراق في كل تفاصيله، ربما يدفع الولايات المتحدة إلى إجراءات أخرى وأكبر. ولكن من الواضح أنه الولايات المتحدة قررت أن تتولى أمن مواطنيها وأمن سفارتها ومقراتها بصرف النظر عن موقفنا من وجود هذه المقرات سواء العسكرية منها أو المدنية والعاصفة الدبلوماسية طبعا، لأن الدبلوماسية أمر طبيعي في بين الدول. ولكن الولايات المتحدة قررت أن تحمي مقراتها ومواطنيها بنفسها، وهذا طبعا من الواضح أن يعني لا أنا لا أسميه إخلالا بالسيادة ولكن إدراكا من هذه الدولة التي احتلت العراق ودمرته وسلمته إلى إيران في سنوات سابقة، إدراكا منها أن لا وجود لسيادة السلطة ولا وجود لشيء اسمه دولة العراق، وبالتالي فهي تتصرف بمعزل تام عن يعني وجود المؤسسات الرسمية بكل تسمياتها في العراق. إلى أي مدى تظن أن الكاظمي سيقوم باعتقال العناصر التي تقوم بهذه الهجمات إذا توصلت الأجهزة الأمنية لمعرفة من هم أو من هي الميليشيات التابعين لها؟ سيعتقلهم على الطريقة التي المسرحية التي رأيناها في الأسبوع الماضي، لم تمضي سوى ساعات قلائل على اعتقالهم وتم إطلاق سراحهم، وهذا يؤكد أن من يحكم العراق ليس الكاظمي وليس العبادي وليس عادل عبد المهدي وليس أي جهة يعني تكون في واجهة السلطة، وفي الحقيقة الذي يحكم العراق هو إيران وميليشياتها وإرادة الحرس الثوري الإرهابي الذي يتحكم بالعراق في كل يعني المنافذ وكل التفاصيل. وبالتالي هذه يعني الإجراءات التي لاحظناها قبل أيام من اعتقال مجموعة من عصابة حزب الله الإرهابي وإطلاق سراحهم يعني تؤكد حقيقة هذا الأمر. في إطار الحرب بالوكالة يرى البعض أن التصعيد المستمر في استهداف المصالح الأمريكية في العراق له علاقة بسلسلة الهجمات التي تتعرض لها إيران مؤخرا، ويشاع أن الكيان الصهيوني يقف خلفها، ما مدى صحة ذلك؟ لا
الذي يجري هو حرب بالنيابة كما تفضلت، ولكن ليس الأمر متعلقا بهذه الضربات أو الهجمات المحدودة التي تجري هنا أو هناك وتستهدف المصالح الإيرانية البسيطة ويعني ببساطة، ولكن الأمر يتعلق بالنفوذ على العراق. هناك تنافس إيراني أمريكي الآن للنفوذ في العراق، وبالتالي يجري هذا الصراع، وإيران تستخدم كل الأذرع الإرهابية سواء في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في لبنان أو في أي مكان خدمة لمشروعها الإرهابي العنصري التوسعي الطائفي، وليس لمصلحة البلدان التي تتحرك فيها هذه الأذرع الإيرانية. أي عمل يعني تنفذه هذه الأذرع إنما يخدم المصالح الإيرانية ويأتمر بأوامرها في الدرجة الأولى والأخيرة. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا عبر الهاتف من أمستردام.